بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الدرس الثامن من سلسلة Dynamic Action. هناخد النهاردة إيفنت مهم جدا اللي هو البيج لود. البيج لود معناها والصفحة بتلود، أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل أي حاجة أيا كانت، تمام؟ تعالى هنا نفهم الصفحة بتاعتنا، تعالى والصفحة بتلود نعمل ديسيبل الأيتم البوتون اللي هو Dynamic Action ده، تمام؟ ما ينفعش تعملها من هنا. عشان تعمل بيج لود ما تقدرش تعملها من هنا، يعني مفيش كومبوننت مربوطه بيها، انما انا اقدر اجي من هنا على الايفنت اللي اسمه بيج لود واعمل كرييت دايناميك اكشن، تمام؟ ونسميها، تمام؟ هنا ممكن نعمل اي اكشن احنا عايزينه. تعالى نعمل ديسيبل لبوتون اللي هو الدايناميك اكشن. خد بالك انا دلوقتي هرن الصفحه. طيب والصفحه بتلود عمل ديسيبل لايت، ده مفهوم بيج لود، تمام؟ وضحت؟ يبقى ده البيج لود. طيب هل ممكن نعمل حاجه ثانيه؟ تعالى ممكن نعمل اي اكشن في البيج لود. تعالى نعمل اليرت. طبعا انا بعمل اكشن بسيط لان انا مركز على الايفنت دلوقتي، انا بكررها عشان الناس واخده بالها ان احنا بس مش بنشتغل على الاكشن دول بس. Welcome from page load event. تمام؟ تعالوا نجرب. هرن الصفحة. قبل لود بتلود اهي قبل ما حتى تكمل بقيتها، طبعا الصفحة نفسها عملت لود انما بقيت الكومبوننت الداخلية ما جاتش لسه. تمام؟ فعمل الالرت بتاعي. طب هي ده المكان الوحيد اللي انا اقدر اعمل فيه كود يرن وصفحة بتلود؟ لا، في مكان اساسا هو عامله لك في الاتريبيوت بتاع الصفحة نفسها، في جزئية كده خاصه بالجافا سكريبت. انت ليك ثلاث اماكن للجافا سكريبت فيما يخص الجافا سكريبت. تقدر تحط فايل، مسار، ملف انت مستخدم الفانكشن اللي فيه او اي حاجه جواه، او انك تعرف فانكشن هنا او اتريبيوت هنا او متغيرات هنا تستخدمها، او ان انت هنا تعمل له حاجه هترن في البيج لود ايا كان الكود. تعالى برضو نعمل الارت، بس المره دي هنقول له الارت فروم بيج اتريبيوت، تمام؟ يعني عندنا اتنين اليرت هيرنوا دلوقتي. تعال نرن الصفحه كده. ده الاولاني اللي جاي من البيج لود ايفنت، وادي التاني اللي جاي من الاتريبيوت بتاع الصفحه. يعني انت لو عندك كود هترنه على طول في البيج لود مش محتاج تعمله ديناميك اكشن، محتاج ممكن تكتبه هنا على طول. طبعا لو الايفنت ده جافا سكريبت، لو الاكشن بتاع جافا سكريبت، تمام؟ تمام، تعال نشيله بقى مش محتاجينه. طيب عندنا ايفنت تاني عكس ده بالظبط اسمه بيج انلود، تمام؟ طب ايه ده؟ هو مشكلته ان هو عايز مثال قوي شويه. ليه؟ لان هو معنى ايه بيج انلود؟ معناها ان الصفحه مش هتلود لسبب مشكله في الصفحه، والمشكله غالبا بتبقى كود جافا سكريبت موجود مكتوب غلط، تمام؟ فلازم تبقى فاهم الايفنت ده. الايفنت ده معناها لو الصفحه لاي سبب من الاسباب ما حصلهاش لود، ففي حالة البيج انلود الايفنت ده هيتحقق. فطبعا الصفحة بتاعتي ما فيهاش مشاكل، فالايفنت ده مش هيتحقق، فبرضه الاكشن مش هيتحقق، تمام؟ وضحت الجزئية بتاع البيج لود دي؟ بيج لود والبيج انلود، تمام؟ وضح الايفنت ده يا جماعة؟ تمام. عندي ايفنت اسمه بيج لود والصفحة بتلود، وبيج ايفنت تاني اسمه بيج انلود لو في حالة ما في مشكلة في الصفحة والصفحة ما حصلهاش لود. ممكن تعمل كود معين بقى لو حصل مشكله خاصه مثلا بالبراوزر لما يكون انترنت اكسبلور او اي حاجه تطلع رساله معينه، تمام؟ وضحت الجزئيه دي؟ ونتقابل ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله. السلام عليكم.